أهلا مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وكناز محمد مساء الخير كناز مساء الخير أهلا بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء وبدايتها بالعناوين. المصرف العقاري يرفع سقف السحب اليومي من صرافاته إلى 300 ألف ليرة مع زياده التوجه نحو الطاقه النوويه ارتفاع اسعار اليورانيوم ومخاوف من فرض عقوبات على صناعته أهلا بكم إلى التفاصيل كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أنه سيتم رفع سقف السحب اليومي من صرافات العقاري ليصبح 300 ألف ليرة بدلا من 200 ألف ليرة في الأسبوع القادم واقترح سليمان أن يتم توطين رواتب الموظفين في بقية المصارف العامة وليس فقط في العقاري والتجاري بما يخفف الضغط عن الصرافات وتوقع أن يتم نهاية الشهر الجاري الانتهاء من مشروع الربط مع الم. المصرف التجاري السوري لتصبح الصرافات الآلية في التجاري والعقاري تعمل ضمن شبكة واحدة وتقدم خدمات مشتركة إلى ذلك حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة والبذار والمحروقات وفق الخطة الإنتاجية الزراعية التي تم اعتمادها وحسب الخطة بلغ الاحتياج الكلي للموسمين الصيفي والشتوي على مستوى القطر من سماد اليوريا 800 ألف طن منها نحو 150 ألف طن الاحتياج اللازم للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة وبلغ الاحتياج الكلي من سماد السوبر فوسفات الثلاثي 537 ألف طن منها 50 ألف طن احتياج المحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة أما الاحتياج الكلي من سماد سلفات البوتاس فبلغ 393 ألف طن والاحتياج اللازم منها للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة بلغ 10 ألاف طن في اللاذقية تقوم الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية بإنتاج الألواح عالية الجودة منذ قرابة العام وتم بيع أكثر من عشرة آلاف لوح شمسي وهي قيد العمل بكفاءة عالية وتركز الشركة على الاختبارات وفق المقاييس الدولية لكل مراحل التصنيع والتجميع بدءا من فحص وفرز الخلايا إلى عملية الاختبارات النهائية بهذه السواعد السورية تصنع الألواح الشمسية عالية الجودة فهنا تصنع شركة فونيكس وتركز على الاختبارات اللازمة وفق المقاييس الدولية نحن أساس الشركة وتأسيسها بتوجيهاتنا القيادة لتوطين صناعة تقانات الطاقات المتجددة بدءا من اللوح والانتقال في مرحلة لاحقة قريبة إن شاء الله إلى صناعة مكونات اللوح الشمسي من الخلايا والمكونات الكيميائية وغيرها اول اله بعمليه انتاج اللوح الشمسيه هي اله القصب الليزر، نحن نعطيها الخلايا الشمسيه، نوع الخلايا الشمسيه مونوبير ثنائيه الوجه 10 باس بار، بنعطي نحن للاله الخلايا الشمسيه الكامله. فونكس التي بدات منذ قرابه العام تقدم ضمانات ضد سوء الصنع وكفاله انتاجيه لالواحها لمده 25 عاما. وبتوجيه من القياده تثابر على توطين صناعه كافه مكونات اللوح الشمسي وصناعة جميع مكونات المنظومة الكهروضوئية من البطاريات والأنفرتات الحديثة بما يشق الطريق لتطور أكثر وحداثة طبعا هون في قسم الاختبارات النهائية للألواح اللوح الكهروضوئي طبعا بيخضع لاختبارات متطابقه مع المعايير العالميه الدوليه خاصه معيار اي اي سي 61215 والمعيار اي اي سي 61000 و715 هي المعايير اللي بتحدد جودة موثوقية الواح الكهروضوئية بدءا باختبار العازلية الكهربائية وصولا لاختبار الخصائص الكهربائية والحرارية ومنحنيات الأداء الكهربائي والحراري للوح وصولا إلى الاختبار المجهري النهائي لبيان حالة الخلايا نحن باختبار الألواح نحن عندنا فحص مجهري وفحص بصري بيتم عن طريق برنامج مزود بخاصية الذكاء الاصطناعي يعتمد على مبدأ المعال الكهربائي الفني بيرد شو المشاكل الموجودة باللوح من من كسر أو فك الحام نحن متأكد منها إذا كان موجود أي شيء نحن من بدل الخلية ونرجع من فحص للوح تقانة في العمل وجودة في التصنيع ومواكبة لأهم تطورات مجال صناعة الألواح الشمسية لتكون سوريا وضاءة بجهود أبنائها من اللاذقيه باسم عباس قناه سم الفضائيه اختتمت فعاليات معرض سيلا الدولي بدورته السادسة عشرة الذي استمر على مدار أربعة أيام متتالية محققا نتائج إيجابية تبشر لاحقا بالنجاحات والتقدم في صناعة الجلديات والأحذية وأكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العربي للأحذية والجلديات محمد البوشي أنه منذ اليوم الأول انطلاق المعرض بدأت عمليات التفاوض ما بين الشركات العارضة والوفود الزائرة لإبرام العقود التصديرية هذا وتم خلال اليوم الرابع توقيع العديد من العقود والاتفاقيات مما يعكس إيجابية المعرض وتأثيره في تعزيز القطاع الصناعي الخاص به. ارتفعت اسعار معدن اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية الى اعلى مستوى له منذ 12 عاما حيث اصبحت الطاقة النووية مرة اخرى احد الوسائل المفضلة في الحصول على الكهرباء ومخاوف من فرض عقوبات على صناعته في روسيا. مع زيادة التوجه نحو الطاقة النووية وادراك الحكومات ان طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا تستطيع القيام بالمهمة بمفردها بالحصول على الطاقة النظيفة توجهت الانظار الى اليورانيوم ومع هذا التوجه ارتفعت اسعاره بنسبه 12% خلال الشهر الماضي وحده لتصل الى 65.50 دولارا للرطل الواحد وهو الاعلى منذ عام 2011 واشارت صحيفه وول ستريت جورنال الى ان اسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبه 30% منذ بدايه العام الجاري مع بدء تشغيل محطات الطاقه النوويه الجديده وتمديد عمر المحطات القديمه مما تسبب في زياده الطلب في مواجهه العرض المحدود هذا وقد عانى سوق اليورانيوم من الركود منذ كارثه فوكوشيما ولم يتم استثمار الكثير في نمو الطاقه الانتاجيه والان يبدو ان الامور تتغير سريعا وبحسب الخبراء فان هذا قد يعني النقص في المعروض من اليورانيوم أما أكبر بلد في العالم يصدر اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية فهي كازاخستان، إذ تحتوي أراضيها على 12% من مخزون اليورانيوم العالمي، وتنتج نحو 43% من خام اليورانيوم الصناعي المستخدم حول العالم، وتوفر النيجر 5% من اليورانيوم العالمي، وما يصل إلى ربع اليورانيوم الذي تستورده أوروبا، ولا يقتصر الأمر على البلدين فحسب فان السعوديه اعلنت مؤخرا انها تعتزم استخدام اليورانيوم المكتشف محليا لبناء برنامجها النووي الوطني، فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً إن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة النقاء في زيادة كبيرة، وتعد روسيا واحدة من أكبر موردي اليورانيوم، ومن ثم هناك مخاوف بين المحللين من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يقرران فرض عقوبات على صناعة اليورانيوم في روسيا، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير. على تامين الامدادات لصناعه الطاقه النوويه أعلنت وزيرة المالية الهندية أن حوالي 22 دولة تتفاوض مع نيودلهي حول التجارة الثنائية بالعملات المحلية وحول قمة مجموعة العشرين قالت إن الهند تمكنت هذه المرة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جميع القضايا مشددة على اتخاذ إجراءات جماعية سواء تعلق الأمر بالعملات المشفرة أو الديون العالمية تتفاوض حوالي 22 دولة معنا وتتواصل لمعرفة ما إذا كان من الممكن إجراء التجارة الثنائية بالروبية ويرجع ذلك أيضاً أن العديد من هذه الدول تعاني من نقص الدولار بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد هذا المساء شكرا للمتابعة وعودة للزميلة وفاء وما تبقى من النشرة شكرا يعطيك العافية شكرا العادة.